نضع اعتراف بالجميل باللي الفريق هذا جاب او يقدم الكرة القدم الجزائرية. نظن باللي السلطات المحلية تدرك جيدا واش تقوم به إدارة وفاق ستيف واش يقوموا به اللاعبين الطاقم الفني. نظن باللي خير دليل تاع الاعتراف انه رسالة البارح اللي جات من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ومن خلاله يهني وفاق ستيف بارلو بي تاع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بغض النظر على القيمة المالية اللي تحصل مليحة بصح لكن نشوف البلوز امبورتون ليا انا كرئيس نادي الالقاب والتتويجات ما تقدرش تقدرها بثمن.